ننتقل الآن إلى التصوير الضوئي، حيث نظمت جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي في دبي في دورته الثالثة مشاهدين الكرام ورشة عمل مميزة عن فن التصوير الضوئي، والتي يقدمها نخبة من المتخصصين والمعتمدين عالميا في هذا المجال للاستفادة بأكبر شكل ممكن. المزيد حول هذا الموضوع إن شاء الله راح تاخذه ويانا زميلتنا رشا رمضان. انطلاقا من أهدافها الرئيسية في تطوير مهارات المصورين، نظمت جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي ورشة عمل في مجال التصوير الضوئي، قدمها أحد الخبراء ومحكمين الجائزة هانك فان كوتين من هولندا، والذي دار محورها حول مضامين متعددة تتلخص في كيفية بناء هوية المصور ووضع الضوابط الأساسية في عملية التصوير. جائزة الشيخ حمدان تعتبر من الجوائز المهمة العالمية، حيث أنها تعتبر من أكبر جائزة من أكبر جوائز تصوير فوتوغرافي في العالم، فيها مشاركات قوية ونستفيد من خبرات المشاركات الموجودة في الجوائز في الجائزة نفسها من المصورين العالميين وخبراتهم. تعتبرها مشاركتي الأولى مع الجائزة طبعا. ورشة العمل ورشة جيدة، شفت انا الاعلان في موقعهم في الانستغرام وحبيت اني اشارك، طبعا مثل ما قلت تعتبر اول مشاركه لي، وحبيت ان انا اكون جزء من هذا الحدث يعني، واشوف شو الاستفادات اللي نقدر نحصلها من مثلا الخبراء اللي بيجيبونهم. استفدنا من الورشه الاولى والحين انا في الورشه الثانيه، وان شاء الله بتكون استفاده بعد اكثر. تعكف الجائزة سنويا على تقديم مثل هذه الورش لجميع المهتمين بالتصوير والهواة والمبتدئين من متخصصين معتمدين عالميا، لفتح الباب أكاديميا لتعلم فن التصوير الضوئي الذي بات أحد أهم الفنون البصرية في عصرنا الحالي. يذكر أن المهلة المحددة لاستقبال الأعمال للدورة الثالثة للجائزة، والتي اتخذت عنوان صنع المستقبل شعارا لها، انتهت في ديسمبر الماضي، وسيتم الإعلان عن الفائزين بعد الفرز والتأهيل في حفل أسطوري يعقد في شهر مارس من كل عام.